قال: وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. حمراء الأسد، الآن حصل ما حصل في أحد، لقي أبو سفيان، أبو سفيان في هذا الوقت لم يسلم بعد، لقي ركب جماعة من الناس، إلى أين؟ سألهم إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال: أخبروا محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه أن نعد العدة ونريد أن نرجع بعد ما حصل في أحد حتى نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. فجاء الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بخبر من؟ أبو سفيان وقريش والأحزاب، أنه يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قلة عتاد وعدة وما حصل في أحد وكذا. الذين قال لهم الناس الركب: إن الناس قريش قد جمعوا لكم، فخشوهم، خافوا منهم، فزادهم إيمانا. بماذا؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا حسبنا الله ونعم الوكيل لابد تكون قول كل مسلم عند الشدة، عند الكرب. ما تقول يا تجاني ولا كذا، لا، شرك أكبر لو تنادي غير الله، صح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفور الجيش بالتجهز، تجهزوا خرجوا إلى مكان يعني قريب من مكة بعد من المدينة، بعد الميقات، بعد ميقات المدينة، على مدخل القادم من مكة قريب المدينة، يسمى حمراء الأسد أو كذا، مفهوم؟ انتظر النبي صلى الله عليه وسلم قدوم أحد، ما قدم، كفار مكة لم يأتوا. لماذا؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا صنعوا؟ التجوا إلى الله مع عمل أخذ بالأسباب، صح؟ فانقلبوا، رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. والله لو تكون مع الله ما يضرك أحد. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، حين ألقي في النار ما استطاع أن يؤذوه، سبحان الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.